هذه تحياتي لكم مشاهدينا الكرام. مع انتصاف ليل القاهرة دائما أسعد بهذه الصحبة مساء الأربعاء في ليل الخميس، وفقرة لها خصوصية الحقيقة في هذه الليلة من خلال البرنامج والمظلة الكبيرة البيت الكبير. فقرتنا لها خصوصية لسببين. السبب الأول أنها مع قيمة رياضية وإدارية كبرى. السبب الثاني المحتوى أو الموضوع اللي هنتكلم فيه، وهو عن الاستثمار الرياضي والصناعة الرياضية وفكرة رابطة الأندية وإلى أين تسير مصر في هذا الاتجاه. باختصار شديد، ضيفي هو واحد من أهم الكوادر الإدارية الحقيقة والرياضية المصرية في السنوات الأخيرة. عمل طويل في مجال الاستثمار الرياضي بالإضافة إلى رئاسته لنادي المقاولين العرب في وقت سابق، وأيضا في مجال الإدارة تولى محافظة بني سويف كمحافظ للإقليم. بسعد بصحبة المهندس شريف حبيب في هذه الليلة الذي أرحب به عبر شاشة قناة الأهلي. أهلا وسهلا باشمهندس، برحب بحضرتك وبشكرك ومشرفنا وسعداء الحقيقة. وده لقاء متأخر شوية، كان مفروض يعني نتممه من شهرين ثلاثة. أنا بس بعتذر، ما أعرفش الزغطة مسكتني وحاولت أعالجها يعني قبل الهوى بدون سبب، فأنا بعتذر لحضرتك والسادة المشاهدين يعني. فلقاء يعني متجدد. أنا بشكر حضرتك وسعيد بوجودك معنا. أهلا بيك. هتأذن لي بس ناخد تقرير سريع كده إن شاء الله، نشوف الوجه الآخر للمهندس شريف حبيب ثم نعود لنبدأ حوارنا على الهواء. تقلد في المنظومة الرياضية العديد من المناصب، منها عضوية اللجنة المنظمة لكأس الأمم الإفريقية بمصر عام 2006، وعضوية اللجنة المنظمة لدورة الألعاب العربية بمصر عام 2007، وعضوية لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم، والإشراف العام على نشاط كرة القدم بنادي المقاولون العرب، وعضوية لجنة الأندية في اتحاد كرة القدم. إنه المحنك اقتصاديا وإداريا المهندس شريف حبيب. تخرج حبيب في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية شعبة الهندسة الميكانيكية عام 1977، وعمل منذ تخرجه في شركة المقاولون العرب وعدد من الشركات الأجنبية في الكثير من المجالات الهندسية، كما حصل على شهادات عدة في إدارة المشروعات وتطوير نظم دراسة العطاءات وتطبيقات التجارة الإلكترونية. تولى شريف حبيب عدة مناصب قيادية بشركة المقاولون العرب، منها عضوية مجلس إدارة الشركة عام 2012، ورئيس لقطاع الاحتياجات منذ أغسطس 2006 بالشركة في هيكلها التنظيمي، وكان المسؤول عن التخطيط والتنفيذ لسياسات وأعمال مشتريات الشركة داخل مصر وخارجها، وكذلك الأعمال اللوجستية، وساهم في وضع سياسات ونظم العمل لهذا القطاع المهم، كما كان يتولى الإشراف على قطاع العقود والعطاءات، واشترك في تنفيذ وإدارة العديد من المشاريع المهمة في مصر والدول العربية، في مقدمتها مشروع مكتبة الإسكندرية الحائز على العديد من الجوائز العالمية، ولما لا ووالده المهندس محمد حبيب قائد النهضة الرياضية والطفرة التي حدثت في نادي غزل المحلة في القرن الماضي. ترأس المهندس شريف حبيب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب وحقق طفرة في قيادة ذئاب الجبل، كما تولى عملية احتراف محمد صلاح ومحمد النني في بازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي باحترافية كبيرة من الألف إلى الياء. ولحنكته الإدارية والاقتصادية الكبيرة تم تعيينه محافظا لبني سويف في ديسمبر 2015، ثم محافظا للشرقية في أغسطس 2018.